جماهير الشعب السوداني انا احب احد الفيديو ده للجماعه اللي قاعدين بقول انه حاكم اخليم دارفور ورئيس حركه جيش تحرير السودان المرشال من اركم الناوي حرب الى المانيا بزوجته والرجل، الكلام ده كثير جدا في الميديا في الايام اللي فاتت، ونحن بسبب الشبكه والواقع العليم من الامطار وخير وما قدرنا نرد، لكن انا ارد بالفيديو ده يعني بما انه ما قاعدين نحب نوثق، لكن انا بوثق بالفيديو ده عشان نرد للجماعه اللي بقول انه الحاكم حرب. ده الفيديو قدامك يا اصلي يا اللي بتكذب وتحاول تروج في واقع اصلا ما بحتاج اني اروج، والحاكم هو اصلا ظل مهايد يعني بخليه يحرب شنو يعني؟ بعدين هو عمره 30 سنه قاعد بناضل ضد البشير ما حرب، اللي يحرب يخليها كذاب. يلا كشف عينك يا معلم واملى عينك وخلي الفيديو ده معاك كهداء تذكار، مش هو اسد عام مهايد كان في الحرب ما قاعدين نهرب هنا، خلي كلامك ده. يلا كشف وشوف الكروز الجميل ده منو بنزل منه العان يعني، خليك شايف كشف شير الفيديو لك الوصف اللي كله جماعتك قول له الكلام ده في دارفور الان الزول ده مش ولا خطوه هنا، حيكون قاعد مع شعبه ده لاهين يوم السلام ويكون هنالك امن واستقرار. سلام.